الحقيقة المحطات اللي قام فيها الشيخ صباح ومر فيها متنوعة وعديدة، يعني كان هو محاور ومفاوض جيد وعنده مخزون كبير في ذاكرته للأحداث والمشاكل اللي تفاوض عليها فعلا. وهو يتميز بأن كان عنده صبر لكن بدون تفريط، وعنده أيضا عجالة عندما يحتاج الموضوع إلى قرار حاسم وسريع. فمثلا يعني لا ننسى أن في سنة 1970 لما كاد النزاع أن ينشب بين بنغلاديش وباكستان وبغى يوصل إلى مرحلة الحرب، كان هو موجود في إسطنبول في إسلام آباد، ياخذ طيارته ويسافر إلى بنغلاديش ويجيب رئيس الوزراء من بعد ما أقنعه بحكمته في أنه ترى النزاع سوف يدمر البلدين، وقدر أن يحقق أول نتيجة إيجابية له في عالم تسوية النزاعات. وأيضا لا ننسى أن الحرب العراقية الإيرانية اللي احنا عشنا معها 8 سنوات كاملة مع مزيد من الأسف، وسفننا كادت أن تتعرض للقصف وتعرضت بالحقيقة للقصف، فقدر حكمته أن من بعد ما رفضت الولايات المتحدة أن ترفع أعلام على السفن الكويتية راح للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، واقتنعوا الروس، وبالتالي عندما عرف الأمريكان أن الروس اقتنعوا وهم جو أيضا، فصارت السفن الكويتية تحمل الأعلام السوفيتية والأمريكية. وبعدين إنجازات كثيرة جدا، لكن لعل أكبر إنجاز له يعني اللي حققه هو أنه جمع تحالف دولي لتحرير الكويت، أكثر من 33 دولة يعني تجمعت لتحرير دولة الكويت، واستمر على هذا النهج فيما يتعلق باتفاق الطائف اللي منع الحرب أو يعني وقف الحرب الأهلية اللبنانية، هو اللي مهندس في صياغة هذه الاتفاقية اللي وقعت في الطائف. أما المفاوضات كانت من قبل سموه. وبعدين آخر شيء اللي مع مزيد من الأسف لم يشهد انفراجه فيها، لكن إن شاء الله يعني الشيخ سمو الأمير الشيخ نواف يكمل المسيرة، يحقق الانفراج في المجلس التعاون الخليجي ويعود المجلس إلى وحدته اللي كان يتمناها المرحوم الشيخ صباح.